بداية بغير الأسود بثانوية أهل الفاسيل عفوا بثانوية سيدي محمد بن عبد الله وصولا إلى سنة 2022 وكما أشرت هذا الاستهداف هو تشريف لنا كجامعة وطنية للتعليم لأننا لم ولن نتواطأ لأننا لازلنا ذلك الصوت المزعج الذي يحاولون إخراصه بكل طرق والوسائل. ضريبة النضال نعم هي الاستفسارات، هي التقارير المحبوكة، هي الاعتقالات، هي المحاكمات السورية، وضريبة الاستهداف ستكون هي الفضح، هي المواجهة، هي تفكيك خيوط الفساد والمفسدين. ولعل هذه الندوة الصحفية اليوم هي بداية مسار حدده المكتب الإقليمي، مسار ديال المواجهة ديال الفضح في كثير من الملفات وفي كثير من القضايا. نعم نحن مع إفاد لجان، نعم هناك ابتزاز في الساعات الإضافية، نعم القطاع الخاص فيه مجموعة من الاختلالات وهناك مجموعة من الموظفين الذين يشتغلون خارج الساعات القانونية. نعم يجب تفعيل اللجان كما تم تفعيل اللجنة مع رفيق شفيق العبودي بناء على شكاية كيدية. هناك مجموعة من الشكايات المعلومة التي وجب أن تتعاطى معها المديرية وأيضا الأكاديمية بنفس المنطق وبنفس المبدأ. ولهذا إذا لم يتم التعاطي معها بشكل تلقائي بناء على المساواة في التعاطي مع الملفات فنحن سنضغط بكل ما أتينا من قوة ومن صبر وعزيمة حتى نعيد الاعتبار لرفيق شفيق العبودي وأيضا نحرك الملفات الراكدة، لأن من السهل أن تنتشر الإشاعة كانتشار النار في الهشيم لكن الحقيقة لا يدركها أحد. فألمانيا في الحرب العالمية الثانية يعني كانت تواجه الحل أعداء ديالها بالإشاعة، واليوم ظل هذا الصراع الدولي نرى الخطورة ديال الإشاعة. فإشاعة اليوم هو أن أستاذ الفلسفة بثانوية ابن سينا وجعتني زهير ابن بطوطة يعني يبتز ويدرس الإلحاد، لكن من سيدافع عن شفيق؟ من سيدافع عن الرفيق ويقول بأن هذا الأستاذ لقد تم تبرئته؟ لأن تقرير اللجنة ونقاش اللجنة يبقى من ضمن أسرار ديال الدولة أو أسرار ديال الوزارة التي وجب أن تنشر للرأي العام، وكما كانت لهم الجرأة بأن يستهدفوه أو بأن يستنطقوه يجب أيضا أن تكون لهم الجرأة بالاعتراف بأن ذمته بريئة مما نسب إليه وأن يبحثوا عن المبتزين وعن الفاسدين في مؤسسات أخرى وقد يجدونهم حتى غير في الجنابات ديالهم أو ربما في نفس المؤسسة. وفي نفس الوقت هذا الاعتبار بناء على تقرير ديال اللجنة الذي قيل لي أو صرح لي من عدة أطراف سواء رسمية على مستوى المديرية أو أطراف كانت في اللجنة أنه برأني، يعني أن هذا الشيء عاري من الصحة وبالتالي خصني إعادة الاعتبار. من المفروض أن الوزارة يجب أن تتعاطى مع هذه المراسلة، أن ترسل الجواب أو على الأقل تقول لي ودي راه حنا مازال ما عندنا والو، حنا مازال غنديروا البحث، مازال غنعمقوا البحث، يمكن ديك اللجنة راه مشكوك في أمرها غنعاودو نسيطر لجنة أخرى. جاوبني، المهم تجاوبني، الوزارة خصها تجاوب، ما جاوبتنيش في شهر، عاود رسلت واحد أخر بتاريخ 2/3 يعني 2/3/2022. وطبعا هذا الطلب ديال التظلم او رد الاعتبار تذكير بالتظلم ورد الاعتبار رفقت معه ايضا هذا السابق طلب رد التظلم وطلب رد الاعتبار السابق ومجموعه من وثائق اخرى تفند